يخيل لأيهم أنه لا يزال يعيش في مخيم اليرموك في سوريا. يلتفت باحثاً عن جده، لا يتفوه بغير اسمه والشام. في جدي ما عم بيجي لعندي، روح الشام، روح الشام، روح عن جدي. صارت الأحداث بسوريا وتحاصر مخيم اليرموك وتأدى إلى قصف، وراح شهداء أبو لجوزي وأخواتي الاثنين وأختي وابن أخي وباقي ما تبقى جروح، يعني كلنا تأذينا. وابني هون الثاني أيهم كمان صار معه كسر بالجمجمة وشظايا براسه، فات بالغيبوبة 3 أشهر. سحبنا حالنا واجينا على اليونان كرمال اعالج ابني واشوف شو. صدمة ايهم بغياب جده فاقمت وضعه الصحي حرجا، لم يعد يعرف اهله، واستوطنت ذكريات الماضي في داخله. يعلق اماله على اي حافلة مارة من امام مخيمهم في جزيرة لسبوس لتقله الى جده. نزل عشان هلا هو في عنده عقده نفسيه الولد هون، بيضل ايام يطلب لي جده، ايام بمر الباص بصير يقول والله رايح عالشام هذا الباص لعند جدي خليني اروح فيه، ايام بشوف هذا الحاجز بقول انت جايبيتني على مخيم اليرموك. انا الصراحه بقعد ابكي لما يقعد يحكي هيك ويساوي هيك، يعني ولما أعطيه الدواء كأني بحس حالي كأني عم بقتل ابني. يعني أيهم أدمى قلب أمه التي خسرت في لحظات 5 من أفراد عائلتها، ووهبت حياتها الآن لتداوي جراح ابنها مما خلفته الحرب. من جزيرة لسبس اليونانية، علم طيرة، العربية.